الزبده من كل ما تقدم من كلام السائلون سالوا ما هي الخطوه الاولى في طريق التمهيد للمشروع المهدوي الاعظم جاء الجواب مني علينا ان نعرف الواقع الذي نتحرك فيه بعد المقدمات التي اشرت اليها الواقع الذي نتحرك فيه فيه مساران مسار التعجيل ومسار الارجاء ومسار الارجاء هو الغالب والحاكم على واقعنا الشيعي مسار التعجيل هو مسار القران ومرت علينا الايات والروايات والاحاديث الى ان وصلت معكم الى هذه الزبده هذا هو تكليفنا تكليفنا في هذه الجمله الموجزه وهذا التكليف صادر من امام زماننا وبخط يده هكذا وصل الى السفير الثاني واكثر الدعاء بتعجيل الفرج فان ذلك فرجكم واكثروا الدعاء بتعجيل الفرج هذا هو تكليفنا علينا ان نكثر الدعاء بتعجيل الفرج لكن الدعاء من دون عمل لا قيمه له الدعاء من دون عمل كالعمله الورقيه النقديه من دون غطاء هل للعمله الورقيه النقديه من دون غطاء رسمي يشكل قيمتها هل لها من قيمه انها ورقه صغيره لا قيمه لها قيمه الورقه النقديه اذا كنا نتحدث عن قيمه حقيقيه لها لا عن قيمه مفترضه تفترضها الدوله بسبب حاله خراب وضعها الاقتصادي اتحدث عن قيمه حقيقيه للورقه النقديه لن تكون لها قيمه حقيقيه الا بوجود غطاء قيمه حقيقي لها الدعاء من دون عمل كورقه نقدية ليس لها من غطاء قيمة حقيقي له معنى للدعاء حينئذ الدعاء الذي يريده إمام زماننا ويأمرنا أن نكون مكثرين فيه يريد منا دعاء مصحوبا بعمل والا سيكون هذا الكلام لغوا بحسب قوانينهم بحسب ثقافتهم بحسب ما علمونا من ان الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر هذا هو تكليفنا من قبل امام زماننا الذين يسالون دائما ما هو تكليفنا الشرعي لماذا تسالونني انا او تسالون مراجع السفاهه والتفاهه في النجف تسالون اصحاب العمائم هذا هو امام زمانكم قد شخص لكم تكليفكم زمان غيبته صلوات الله عليه هو الذي اصدر الامر الينا واكثر الدعاء بتعجيل الفرج. الاساس هو العمل. الاصل هو العمل. والدعاء هو انعكاس عن العمل. لابد ان تعرفوا هذا. ليس العمل انعكاسا عن الدعاء، الدعاء انعكاس عن العمل. علينا ان نعمل اولا وبعد ذلك ندعو. لا ان ندعو اولا ثم نعمل هذا المنطق منطق اخرق مقدمه الدعاء العمل شرط الدعاء العمل روح الدعاء العمل قيمه الدعاء العمل علينا ان نعمل اولا ثم ندعو فالامام حين قال لنا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج بالضبط مثلما قال لنا القرآن أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يعني تطهروا ثم صلوا هذا معنى أقيموا الصلاة حينما يأمرنا القرآن بإقامة الصلاة انه يأمرنا بالتطهر أولا وبعد ذلك نصلي اذ في قوانين هذا الدين لا صلاه الا بطهور فحينما تاتي الاحكام وتاتي التفاصيل التشريعيه لن تكون متناقضه هناك حقيقه شرعيه لا صلاه الا بطهور وفصلت لنا الشريعه احكام الطهور هذا فحينما ياتي الامر الشرعي باقامه الصلاه يعني ان نتوضا اولا ان نتطهر اولا بالطهاره الواجبه اكانت وضوءا اكانت غسلا باي لون من الوان التطهر ان نتطهر اولا وبعد ذلك نصلي واكثر الدعاء بتعجيل الفرج لا بد ان نعمل اولا ثم ندعو هذا هو الذي يريده منا امام زماننا وهكذا يفهم حديثهم مثلما اقول لكم لا بد ان نفهم حديثهم بحسب قواعد تفهيمه هذه قاعده من قواعد التفهيم من ان الدعاء لا قيمه له من دون العمل. الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر. فحينما ناتي الى بيان امام زماننا وهو يقول لنا واكثر الدعاء بتعجيل الفرج انه يامرنا بالعمل اولا وبالدعاء ثانيا فهذا هو تكليفنا الشرعي واعتقد ان صوره باتت واضحه لديكم وصلنا الى هذه الخلاصه الى هذه الزبده من ان تكليفنا الشرعي هو ان نتحرك في مسار التعجيل ان نكثر من ادعيه تعجيل الفرج وتلك اشاره واضحه ان نكثر من عملنا الذي يكون سببا في تعجيل الفرج ان نكون مسارعين ان نكون سباقين وسابقين يضاف الى كل هذه المعطيات لابد ان نعرف ان خطرا داهما هو في حاله رصد وفي حاله مراقبه وفي حاله مسابقه معنا هناك خطر داهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الخمسين إنه الحديث الخامس من الباب الثالث والثلاثين بدايه سند الحديث في الصفحه التاسعه والاربعين متن الحديث في الصفحه الخمسين بسنده عن جميل بن دراج وغيره عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول امامنا الصادق وقد قال هذا الكلام ايضا امير المؤمنين في ايامه اذا ما رجعنا الى الحديث المعروف بحديث الاربعمائه والمصدر كتاب الخصال لشيخنا الصدوق من جمله الموضوعات المهمه التي تحدث عنها امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث الشريف هو هذا المضمون الذي يحدثنا به هنا امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بادروا اولادكم بالحديث باي حديث بحديث محمد وال محمد بحديثهم المفسر لقرانهم وبحديثهم المفهم بحديثهم بادروا اولادكم بالحديث قبل ان يسبقكم اليهم المرجئه او المرجئه والقراءتان صحيحتان بادروا اولادكم انتم في حاله مسابقه في حالة مبادرة، المبادرة مسابقة المبادرة مسارعة المبادرة تعجيل هناك خطر داهم وهؤلاء المرجئة مرجئتان مرجئة نواصبي سقيفة بني ساعدة ومرجئة الشيعة وكثيرون من شيعة العراق مرجئة منذ زمان الأئمة صلوات الله عليهم. الإمام هنا يحذر من المرجئتين والمرجئة الثانية مرجئة شيعة أخطار، لأن الإمام الصادق في رواية التقليد بين لنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه جيش يزيد هؤلاء مرجئة النواصب مرجئة سقيفة بني ساعدة أما مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هؤلاء مرجئة الشيعة وهم أخطر وهم أضر فتحذير امامنا الصادق هنا من المرجئه بالدرجه الاولى من مرجئه الشيعه اقرا عليكم روايه في رجال الكشي هذا هو رجال الكشي وهذه الطبعه طبعه مركز نشر اثار العلامه المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي صفحة 247 رقم الحديث 458 عن الحسن الوشّاء عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق يسأل بعض أصحابه شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور عبد الله بن أبي يعفور من وجوه الشيعة من أصحاب الأئمة إنه عراقي كوفي الإمام يسأل أحد أصحابه ويبدو أنه من أهل الكوفة لأن ابن أبي يعفور توفي في الكوفه هو كوفي عراقي الامام يساله شهدت جنازه عبد الله بن ابي يعفور الامام في المدينه وهذا جاء الى الامام صلوات الله وسلامه عليه فاما ان كان مسافرا الى الكوفه أو أنه كوفي وقد قدم لزيارة الإمام بالنتيجة الإمام سأله شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت نعم وكان فيها ناس كثير قطعا الشيعة سيكونون حاضرين في جنازة وجه من وجوههم وشخصية من شخصياتهم إنه عبد الله ابن أبي يعفور الإمام الصادق ماذا قال أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثيرة في زمان الإمام الصادق والإمام يتحدث عن الكوفة وعن شيعة العراق من أن مرجئة كثيرين في شيعة العراق. الإمام يسأل بعض أصحابه: شهدت جنازة عبد الله بن أبي يعفور؟ قلت نعم. وكان فيها ناس كثير. الإمام الصادق هكذا علق. أما إنك سترى فيها من مرجئة الشيعة كثير. نعود إلى الرواية التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة إنهم مرجئة الشيعة بالدرجة الأولى المرجئة هم المؤخرة الذين كانوا يؤخرون برنامج الائمه هذه المجموعات القذره كالسبئيه وكالخطابيه الانجاس الا لعنه على الخطابيين على الاموات والاحياء منهم الا لعنه الا نار في قبورهم السبئيون الخطابيون الانجاس المغيريون الشعيريون هذه المجموعات النصيريون هذه المجموعات الى الفطحيه الى الاسماعيليه الى الواقفيه هذه المجموعات كلها مرجئه كلها تقع تحت هذا العنوان قد يطلق عنوان المرجئه على المقصره بلحاظ التقصير وبلحاظ البتريه العقائديه ولكنه يطلق ايضا على كل هذه المجموعات بما فيهم اولئك الغلاه الانجاس يطلق عليهم لانهم جميعا واقفه هؤلاء كلهم واقفه وقفوا عند حدود ضلالهم الواقفه قد يطلق بشكل خاص على الذين وقفوا على امامه امامنا موسى بن جعفر لكن في ثقافه العتره هذا العنوان ليس خاصا بهؤلاء وانما ينطبق على كل الذين وقفوا عند حدود ضلالهم وما تحركوا باتجاه ساحه الهدى باتجاه ائمتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كل اولئك واقفه الا لعنه على كل الواقفه من الاموات ومن الاحياء بادروا اولادكم بالحديث قبل ان يسبقكم اليهم المرجئه هناك خطر دهم يحدق بنا انه خطر المرجئه ومرجئه الشيعه اخطر بكثير من مرجئه نواصب سقيفه بني ساعده هكذا نقرا في أحاديث الظهور الشريف. هذه الرواية قرأتها عليكم في الحلقات الماضية وشرحتها لكم. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة، مرت علينا هذه الرواية ووقفت عندها طويلا وشرحتها لكم إلى أن يقول إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه وعلى الكوفة خندق مخندق قلت خندق مخندق انه عبد الاعلى الحلبي هو الذي يسال الامام الجواد وعلى الكوفه خندق مخندق امامنا الجواد يقول عبد الاعلى الحلبي يقول خندق مخندق قال اي والله حتى ينتهي الى مسجد ابراهيم عليه السلام بالنخيله انها نخيله النجف انها نخيله العراق حتى ينتهي الى مسجد ابراهيم بالنخيله فيصلي فيه ركعتين فيخرج اليه من كان بالكوفه من مرجئها من مرجئه الكوفه انهم مرجئه الشيعه فيخرج اليه من كان بالكوفه من مرجئها وغيرهم وغيرهم من جيش السفياني فيقول لاصحابه استطردوا لهم الروايه بتفاصيلها انا لا اريد ان اتحدث عن هذه الروايه وانما اريد ان اشير الى وجود المرجئه زمن الظهور ومن انهم هم الذين سيخرجون مناصرين للسفياني وسيرفعون سلاحهم في وجه امام زماننا الحجه بن الحسن من الذين يتحكمون بالكوفه زمن الظهور انهم مراجع الشيعه انهم مراجع حوزه الطوسي الا لعنه على هذه الحوزه القذره فيخرج اليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني الى اخر ما جاء في الرواية الشريفة والذين سيبادون الامام الجواد يقول لا يجوز والله الخندق منهم مخبر سيقضى عليهم تماما سيقضى على مرجئه الشيعه وعلى قوات السفياني التي تتواجد في النجف والكوفه في وقت الظهور الشريف هؤلاء هم المرجئه الذين يجب علينا ان نتوقع خطرهم الداهم ومن هنا دائما اقول لكم نظفوا عقولكم من قذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء لأنهم سبقوكم إلى عقولكم سبقونا إلى عقولنا عبر أجدادنا وآبائنا الذين يقدسون هؤلاء الحثالة إمامنا الصادق يأمرنا أن نبادر وان نسارع المبادره مسارعه ان نسبق المرجئه كي نعلم اولادنا حديث محمد وال محمد سبقونا وعلموا اجدادنا وعلموا اباءنا وعلموا اولادنا وعلمونا نحن ايضا قذاراتهم ملات بيوتنا ملات رؤوسنا قذارات مراجع حوزة الطوسي في كل مكان في الواقع الشيعي لذا قلت لكم في بداية حديثي من أن الواقع الشيعية ما بين مسار التعجيل ومسار الإرجاء لكن مسار الإرجاء هو المسار المتحكم والمتسلط في واقعنا الشيعي منذ زمان الطوسي والى يومنا هذا قطعا قطعا زماننا هو اسوأ الازمنه المتقدمه مرجعيه السيستاني هي اسوأ مرجعيه عبر التاريخ الشيعي في عقيدتها الارجائيه هذا الكلام ليس كلاما سياسيا انا لا اتحدث بلسان السياسيين لا شان لي بالسياسه هذا حديث العقيده اقول هذا الكلام وانا مسؤول عنه شرعا ساسال عنه لان الاخرين اذا قبلوه مني سيرتبون عليه اثارا هذا الكلام الذي اتلفظ به ساحاسب عليه وساسال عنه اقول من انني ما قرات ما قرات في المكتبه الشيعيه واتحدث بشكل خاص في الجانب العقائدي واعتقد انكم تعرفون مدى اطلاعي على ما كتب في الجانب العقائدي في المكتبه الشيعيه وفي غيرها لكنني اتحدث الان عن المكتبه الشيعيه برامجي هي التي تخبركم عن ذلك عودوا الى برامجي وستعرفون هذه الحقيقه انني ما قرأت ما قرأت في المكتبه الشيعيه منذ اقدم ايامها والى يومنا هذا اقذر مما كتبه محمد باقر السيستاني مما كتبه في كتبه كتبه موجوده منها كراسات صغيره وهي كثيره ومنها كتب كبيره مطبوعه وقد تحدثت عن بعض هذه الكتب في حلقات هذا البرنامج المتقدمه هذا الكلام انا مسؤول عن ما قرات اقذر واوسخ مما كتب في العقائد في المكتبه الشيعيه مما كتبه محمد باقر السيستاني النجل الثاني للمرجع السيستاني وهو يسطر افكار والده لان السيستاني نفسه لم يكتب في العقائد شيئا حتى حينما توجه اليه الاسئله يوكل الاجابه الى اشخاص اخرين لا يجيب على الاسئله العقائديه لئلا يفتضح امره لا يريد ان يتدخل في هذا الموضوع لكن ولديه محمد رضا ومحمد باقر يمثلان فكره فيما الف وكتب واتحدث هنا بشكل خاص عن الكتب العقائديه والفكريه التي كتبها محمد باقر السيستاني انها اقذر واقبح ما كتب في المكتبه الشيعيه منذ قديم ايامها والى يومنا هذا محمد باقر السيستاني هو يعكس افكار ابيه من هنا فان مرجعيه ابيه تتبنى كتبه لهذا السبب لان افكار السيستاني يمثلها ولده محمد باقر في كتبه التي كتبها والفها صدقوني لم اقرا اقذر واوسخ من هذه الكتب من كتب محمد باقر السيستاني لو ان احدا سالني وقال لي من انني لا اعرف شيئا عن العقيده في محمد وال محمد وانا في حيره من امري لا املك الا ما كتبه محمد باقر السيستاني وما كتبه علماء الازهر مثلا صدقوني سانصحه ان يقرا ما كتبه الازهريون عن محمد وال محمد وسوف احذره من الاعتماد على كتب محمد باقر السيستاني لو سألتموني عن كتب محمد حسين فضل الله هي كتب مرجئية بترية تقصيرية قد تكون أسوأ من كتب الوهابيين أتحدث عن الكتب العقائدية لمحمد حسين فضل الله هذا بحسب وجهه نظري قد تختلفون معي انتم احرار فيما تعتقدون وانا حر فيما اعتقد لكنني بنيت معتقدي وفقا لاطلاع دقيق على كتبه وقيمت ما قرات في كتبه وفقا لمقاييس العقائد عند محمد وال محمد التي استند فيها الى قرانهم المفسر بتفسيرهم والى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم انتم على ماذا تعتمدون؟ تلك مشكلتكم هذا الذي انا اعتمد عليه فانني افضل كتب محمد حسين فضل الله على كتب محمد باقر السيستاني مع ان كتب محمد حسين فضل الله كتب سيئه للغايه لكنها بالقياس الى كتب محمد باقر السيستاني افضل منها بكثير مثل ما قلت لكم لم اقرا عبر التاريخ الشيعي في المكتبه العقائديه الشيعيه كتبا اقذر واوسخ وابعد عن منهجي محمد وآل محمد ككتب محمد باقر السيستاني التي هي انعكاس لفكر وعقائد أبي وأنا لا أتحدث في غرفة مظلمة أنا أتحدث ببث مباشر عبر الأقمار الصناعية وقد تحدثت عن هذه الكتب القذرة الوسقة في نفس هذا البرنامج في حلقات متقدمه وساعود اليها في قادم الايام ان جرت الامور باسبابها، ساعود اليها. ففيها الكثير والكثير من القذارات العقائديه السيستانيه. هذا هو الواقع الشيعي. وهؤلاء هم الذين شحنوا عقولنا وعقول عوائلنا وعقول الشباب الشيعي وعقول خطباء المنبر وعقول الشعراء الحسينيين وعقول الرواديد شحنوا كل العقول هذه بالثقافه المرجئيه القذره من هنا فإن إمامنا الصادق يقول لنا بادروا بادروا أولادكم بالحديث بحديثنا قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة، المرجئة سبقت وسبقت. عرفتم الآن ما المراد من التعجيل؟ إننا في حالة مسابقة في حالة مسابقة مع الوقت في حالة مسابقة مع هذا الخطر الداهم انه خطر المرجئه اذا وصلنا الى زمن الظهور والعقول معبأة بقذاره عقائد السيستاني وامثاله من مرجئه حوزة النجف وكربلاء فاننا ذاهبون الى مواجهه امام زماننا ومحاربته نظفوا عقولكم بادروا الى عقولكم ونظفوها من قذارات حوزه النجف وكربلاء من قذارات كل المراجع من الاموات والاحياء قذاراتهم واحده هؤلاء مرجئه هؤلاء بتريه تابعوا معي هذه الحلقات وستطلعون على العجب. نذهب الى فاصل. عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفه الامام أو يمكنه, أو يمكنه اختياره. اختياره هيهات, هيهات هيهات. ضلت العقول. وتاهت, وتاهت الحلوم, الحلوم. وحارت الألباب. وخسئت, الألباب وخسئت العيون. وتصاغرت العظماء. وتحيرت الحكماء. وتقاصرت الحلماء. وحصرت الخطباء وجهلت الالباء الالبا وكلت الشعراء وعجزت الادباء وعيت الأدبا البلغاء عن وصف شأن من شأنه او فضيله من فضائله واقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله او ينعت بكنه او يفهم شيء من امره او يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وان وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فاين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد؟ صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الذين تتحدث عنهم الايه السابعه والعشرون بعد البسمله من سوره البقره هكذا تصفهم الايه الشريفه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون هذه الاوصاف تنطبق على الذين خاطبهم امام زماننا في الرساله الاولى التي وصلت الى الشيخ المفيد حين خاطب اكثر مراجع الشيعه ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون الذين ينقضون عهد الله ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ميثاق الله بيعة الغدير. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. يقطعون ما أمر الله به أن يوصل على سبيل المسابقة. على سبيل المسارعه على سبيل المعاجله على سبيل الفرار هؤلاء يقطعون الطريق مراجع النجف قطعوا الطريق على الشيعه وقبل ان يقطعوا الطريق على الشيعه فيما بينهم وبين امام زمانهم قطعوا الطريق على انفسهم انهم واقفه وقطاعوا طريق لقد وقفوا عند مرحله التنزيل ورسول الله قال لامير المؤمنين ستقاتلهم على التاويل ستقاتل الامه على التاويل سقيفه بني ساعده حبست نفسها في مرحله التنزيل ووقفت هناك مراجع النجف كذلك حبسوا انفسهم عند النقطه التي وقف عندها نواصب سقيفه بني ساعده وقطعوا الطريق على انفسهم وفي الوقت نفسه قطعوا الطريق على الشيعه لقد وقفوا عند مرحله التنزيل وقطعوا الطريق على انفسهم ولم يوصلوا الحركه باتجاه مرحله التاويل لقد وقفوا عند حدود الموافقه اللفظيه لبيعه الغدير ولم يتحركوا للعمل بمواثيقها قطعوا بيعه الغدير ففسروا القران بحسب المنهج العمري خلافا لمواثيق بيعه الغدير واستنبطوا الاحكام وفقا للمنهج الشافعي خلافا لمواثيق بيعه الغدير واستنبطوا العقائد من علم الكلام الناصبي خلافا لمواثيق بيعه الغدير وجاءوا الى حديث اهل البيت ودمروه بعلم الرجال الناصبي خلافا لمواثيق بيعه الغدير لقد قطعوا بيعه الغدير ووقفوا عند حدود الموافقه اللفظيه فقط عند الاقرار اللفظي فقط وقفوا عند حدود الالفاظ ولم يتحركوا باتجاه العمل هؤلاء واقفه وقطاع طريق لقد وقفوا عند مواصفات معينه اقترحوها في محمد وال محمد ولم يتحركوا باتجاه ما ذكره محمد وال محمد في قرانهم المفسر بتفسيرهم وفي زياراتهم وادعيتهم واحاديثهم المفهمه بقواعد تفهيمهم ما ذكروا في كل ذلك من مقاماتهم العاليه ومن شؤونهم واسرارهم الغيبيه أنكروا كل ذلك وشككوا فيه فكانوا واقفة هؤلاء واقفة لست أنا الذي أقول لست أنا الذي أقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول هذا الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار للمجلس الصفحة السادسة من حديث أمير المؤمنين مع سلمان وأبي ذر إنه حديث المعرفة بالنورانية بعد أن فصل ما فصل في حديث المعرفة بالنورانية أمير المؤمنين فقال مخاطبا سلمان وجندب جندب هو ابو ذر تقرا جندب وتقرا جندب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا امير المؤمنين صلوات الله عليك قال الامير صلوات وسلام عليه من امن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى قد انتهى وبلغ وكمل. الامام يتحدث عن البيانات التي ذكرت في حديث المعرفه بالنوراني وهو لم يتحدث عن كل شيء ذكر جانبا من مقاماتهم وشؤوناتهم الغيبيه. الكلام ليس عن هذا الحديث. وإنما عن هذه الجملة التي سأقرأها عليكم ومن شكّ ومن شكّ وعند من العناد ومن شكّ وعند وجحد وماذا بعد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب هذه اوصاف واحده المقصر والناصب والواقف القضيه في اصطلاح الواقفه ليست مخصوصه بمجموعه البطائن هذه حاله من حالات الوقف والا فالسبئيه واقفه والخطابيه واقفه والمغيريه واقفه والمرجئه واقفه ومراجع حوزه الطوسي واقفته لان هذا الوصف ينطبق عليهم هم اساسا يرفضون حديث المعرفه بالنورانيه يعدونه حديثا ضعيفا يسخرون منه لا يقبلونه لا يقبلون مضامينه الامام يقول ومن شك وعند وجحد وواقف وقف عند حدود ضلاله عند حدود جهله عند حدود علم الرجال فضعف الحديث وضعف مضمونه فهذا واقف هؤلاء واقفه والواقفه كما وصفهم امامنا الرضا كلاب ممطوره هذا كلام الائمه ما هو كلامي امير المؤمنين يتحدث عن الواقفه في زمانه هذا حديث مع سلمان وابي ذر الواقفه في زمان الامام الكاظم جاءوا متاخرين عن زمان امير المؤمنين فالامام هنا يتحدث عن الواقفه في زمانه ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب من وقف عند مقاماتهم الغيبيه مشككا مضعفا الاحاديث فهو واقفي هو كلب ممطور كالكلاب الممطوره التي تحدث عنها امامنا الرضا هذا ما هو حديثي هذا كلام الائمه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اعود الى الايه السابعه والعشرين بعد البسمله من سوره البقره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل يقطعون المسارعه يقطعون التعجيل يقطعون المسابقه يقطعون الطريق ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون هذا المضمون تكرر في سوره الرعد في الايه الخامسه والعشرين بعد البسملة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار المضمون هو هو ماذا جاء في رساله امام زماننا الى الشيخ المفيد وهو يخاطب اكثر مراجع الشيعة ويصفهم بهذا الوصف ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار من هنا ماذا يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اقرا من رجال الكشي من الطبعه التي اشرت اليها قبل قليل صفحه اربعمئه وتسعه وخمسين رقم الحديث اثمانمئه وتسعه وستين بسنده عن ابي القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد عن عمه عن جده عمر بن يزيد قال: دخلت على ابي عبد الله عمر بن يزيد يقول: دخلت على الامام الصادق صلوات الله عليه دخلت على ابي عبد الله فحدثني مليا في فضائل الشيعه حدثني مليا حدثني كثيرا في فضائل الشيعه ثم قال ان من الشيعه من الشيعه نحن نتحدث عن مرجئه الشيعه عن واقفه الشيعه ان من الشيعه بعدنا من هم شر من النصاب ان من الشيعه بعدنا بعد الأئمة بعد الإمام الصادق إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب قلت عمر بن يزيد يقول: قلت جعلت فداك أليس ينتحلون حبكم؟ ينتحلون يعتقدون أليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم قال نعم ينتحلون يعتقدون ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم قال نعم ومع ذلك الامام يقول من انهم شر من النصاب ان من الشيعه بعدنا من هم شر من النصاب قلت جعلت فداك اليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم قال نعم قلت جعلت فداك بين لنا بين لنا بين لنا كي نعرفهم بين لنا فلعلنا منهم قال: كلا يا عمر ما انت منهم انما هم قوم يفتنون بزيد يتحدث عن الزيدية هنا يفتنون بزيد ويفتنون بموسى يتحدث عن الاسماعيليين ويتحدث عن الواقفة الزيديون واقفة ايضا وقفوا عند حدود ضلالهم والإسماعيليون كذلك وواقفة البطائن والقندي البطائني هو علي البطائني والقندي هو زياد القندي هؤلاء من كبار مراجع الشيعة في زمان إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه اقرا الروايه مره اخرى عليكم امامنا الصادق يقول ان من الشيعه بعدنا بعد الائمه من هم شر من النصاب عمر بن يزيد الذي كان يحدثه الامام الصادق يقول قلت جعلت فداك اليس ينتحلون حبكم يعتقدون حبكم اعتقادا ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم قال نعم قال قلت جعلت فداك بين لنا بين لنا كي نعرفهم فلعلنا منهم قال كلا يا عمر ما انت منهم انما هم قوم يفتنون بزيد الزيديه على اختلاف فرقهم ويفتنون بموسى هناك الاسماعيليون وهناك الواقفه مراجع النجف واقفه وقفوا وقفوا على سبيل المثال وقفوا عند احكام الخمس في زمن الحضور ولم ينتقلوا الى احكام الخمس في زمن الغيبه حيث اباح الامام الخمس زمان الغيبه واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الأسوأ في الوقف هم مراجع النجف وكربلاء لأن وقفهم في جميع الاتجاهات وقفوا في مرحلة التنزيل وقفوا في بيعة الغدير وقفوا عند الكتاب وتركوا العترة في حديث الثقلين وقفوا في مسألة الخمس وقفوا في مساله التعظيم وقزموا المشروع المهدوي وقفوا في مسار الارجاء ولم يتحركوا في مسار التعجيل انهم واقفه وقفوا عند مقامات تقصيريه بتريه للمعصوم هم افترضوها فيه وقفوا ووقفوا هؤلاء واقفة بتمام المعنى هذه المضامين تنطبق عليهم أليس ينتحلون حبكم؟ هذا ينطبق على مراجع النجف وكربلاء ويتولونكم ويتبرؤون من عدوكم بحدود ما يعتقدون بحسبهم ولكنهم شر من النصاب وهذا ياتي منسجما مع روايه التقليد التي تتحدث عن مراجع التقليد زمان الغيبه الكبرى فالامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يصف فيها اكثر مراجع التقليد عند الشيعه من انهم اضروا على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه. ماذا نقرا ايضا في المصدر نفسه صفحه 460 رقم الحديث 872 الروايه عن امامنا الجواد عن محمد بن علي الرضا صلوات الله عليه هكذا قال: الواقفه هم حمير الشيعه. هذا الاستعمال الذي استعمله في احاديثي عن وصف المرجئه بالحمير ما جئت به من عندي انني جئت به من القران من سوره الجمعه وجئت به من رواياتهم واحاديثهم الامام الرضا يقول الواقفه هم حمير الشيعه ثم تلا هذه الايه ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا هم اضل سبيلا من الحمير نحن نتحدث عن البشر الحمير البشر الحمير أسوأ تريليونات المرات من الحيوان الحمار الحيوان الحمار هكذا هو خلق هذا بالضبط مثلما ينقل عن رجل كان يشرب الخمر وأحد أقربائه كان مجنوناً كان جالسا بجانبه فهذا الذي يشرب الخمر على اساس انه عاقل هكذا قال لهذا المجنون تعال وشاركني في شرب الخمر المجنون ماذا قال له قال انت تشرب حتى تصير مثلي أنا إذا أشرب أصير مثل من فأنت على أساس عاقل جاي تشرب خمر من نتيجة تصير مثلي زين آني إذا أشرب أصير مثل من دليني على واحد أصير مثله قال له لا عمي ما أريد أشرب هذا العرق أنت أشربه وعدك الواقفة بكل اشكالهم من السبئية والخطابيين والمغيريين والنصيريين ومن المرجئة من مرجئة حوزة الطوسي الواقفة بكل اشكالهم حينما يوصفون بالحمير انهم البشر الحمير البشر الحمير ما هم بالحيوانات الحمير لان الحيوان الحمار سيكون لسان حاله كلسان حال هذا المجنون يقول لهذا المرجع انت بضلالك هذا صرت حمارا بشرا حمارا انا لا اريد ان اسير في مسيرك فانا حمار فماذا ساكون هكذا خلقه الله خلقه حمارا فلا يلام على انه حمار لكن المراجع الذين يستبدلون الانسانيه بالحميريه فهؤلاء هم الذين يلامون فامامنا الجواد هنا حينما يتحدث عن الواقفة من أنهم حمير الشيعة ثم يبين من أنهم أضل من الحمير بهذا المعنى الذي شرحته لكم الإمام الجواد هكذا يقول الواقفة هم حمير الشيعة إنهم شيعة ولكنهم حمير ثم تلا هذه الآية إنهم إلا كالأنعام هنا يدخل الحيوان الحمار بل هم اضل سبيلا فالحيوان الحمار اشرف روثه روث الحيوان الحمار اشرف من هؤلاء من حمير الشيعه الواقفه هم حمير الشيعه رقم الحديث 875 وخمسه وسبعين ابراهيم ابن عقبه يقول كتبت الى العسكري كتبت الى العسكري الى امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطوره الممطوره يعني الكلاب الممطوره كما سماهم امامنا الرضا الواقفه وهذا الوصف لا ينطبق على واقفه زمن امامنا الرضا فقط هذا العنوان يجري على الخطابيه بل الخطابيه في زماننا هم الخنازير الممطوره وليس كلابا ممطوره، هم الخنازير الممطوره. جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطوره فأقنت عليهم في صلاتي يعني ان العنهم في قنوت الصلاه قال نعم اقنت عليهم في صلاتك العنهم العنهم في قنوتك. رقم الحديث 876 بسنده عن عمر بن فرات قال سألت أبا الحسن الرضا عن عمر بن فرات قال سألت أبا الحسن الرضا عن الواقفة فماذا قال يعيشون حيارا ويموتون زنادقة يعيشون حيارا لما أبدعوا من بدع في العقيده ولأنهم صنعوا دينا خاصا بهم وهذا هو الذي فعلته حوزة النجف لقد صنعت لها دينا خاصا بها تابعوني في هذه الحلقات مثلما قلت لكم ستشاهدون العجل وستسمعون بالعجب تابعوني في هذه الحلقات نذهب الى فاصل